السلام عليكم ازيكم اخبار جديده واخبار مهمه جدا خد بالك دلوقتي بقى في مصادر كتيره قوي للاخبار يعني بقى عندك صحف وصحف الكترونيه بقى عندك وكالات انباء حتى بقى عندك قنوات على عن اليوتيوب كتير بتناقش الوضع السياسي وتجيب لك اخبار كتيره قوي بس كل انا بحاول اعمله ان انا بجيب لك اخبار مختلفه اخبار ما بيتمش طرحها في كل المصادر دي وتجاوبك على اسئله مهمه زي ايه مثلا واحنا بنتكلم على ايه يعني احنا بنتكلم على ملف حرب روسيا واوكرانيا الحرب دي العالم ابتدى يتعامل معاها كانها شيء عادي، شيء يومي، لانها مستمريه بقالها ستة اشهر. انت بتخيل حرب مستمره لمده ستة اشهر. حرب غير طبيعيه، فالعالم كله ابتدى يتعامل ده عادي، حتى الاقتصاديين نفسهم وهم بيناقشوا الامور الاقتصاديه للدول، بيحطوا خطط على اساس ان الحرب دي مستمره، يعني هو مش مثلا بيحطوا خطط ان الحرب دي هتنتهي مثلا الشهر الجاي او اللي بعده، لا، كل الخطط الاقتصاديه موضوعه ان الحرب دي مستمره وبنتعامل على هذا الاساس. هنصلح اقتصادنا ازاي في ظل حرب روسيا واوكرانيا فالموضوع خطير بس يظل ابرز سؤال اللي ما حدش عنده اجابه ليه هي الحرب دي هتخلص امتى متى تنتهي حرب روسيا واوكرانيا على فكره السؤال ده بيسالوا الروس بيسالوا الامريكان بيسالوا الاوروبيين كل دول العالم عاوزه تلاقي اجابه السؤال ده والنهارده انا جايب لك جزء من اجابه السؤال ده وبيتم طرحها في انجلترا حاليا انجلترا مش اي دوله تانية كلام على ايه والوضع ماشي ازاي خاصه ان احنا ابتدينا نسمع اسم السعوديه في حرب روسيا واوكرانيا النهارده تم وضع اسم السعودية وبرز كده في حرب روسيا-اوكرانيا مش السعودية بس، إيران كمان، إسرائيل كمان، شوف قد إيه؟ ابتدينا نسمع لعيبة جداد في حرب روسيا-اوكرانيا هنبتدي بنين حقيقة الأخبار اللي معانا النهاردة أخبار قوية جدا وتحليلات لازم لازم حضرتك تنصت ليها لانها تحليلات مهمه قوي، بس قبل ما نخش في الموضوع وقبل ما اقول لك معانا ايه بالظبط، خليني اقول ان احنا معانا راعي قوي جدا من اقوى الرعاه اللي جم لقناه وهو جينز كار، جينز كار موجود في الاسواق من 1965، جينز كار دي بتلاقي عندها لعيبه الكوره مشهورين ناس وحتى مؤثرين موجودين عندهم، جينز كار موجوده من 1965 يعني بقى لهم 50 سنه في السوق الناس دي يا جماعه بتعمل عظمه وهي, وهي خلي بالك دلوقتي في ازمات في السيارات صعب ان انت تشتري عربيه انا ما بقولكش مستحيل بس انا بقولك الموضوع مش سهل زي الاول ففي ناس تحب تستفيد انها تخلي عربياتها زي ما هي وتحتفظ بعربياتها لحد ما تعرف تجيب عربيه جديده لما الوضع يتحسن يعني فطول ما انت محتفظ بعربيتك جينز كار بتحاول تغيرلك الفرش بتاعها بطريقه غير طبيعيه عاوز اقول الفينش بتاع الفرش بتاعهم غير طبيعي تقدر تعمل ابجريد للعربيه بتاعتك بشكل مختلف بحيث حتى وانت محتفظ بعربيتك القديمه تحس انها جديده ومختلفه بشكل كبير جينز كار هسيب لك اللينك بتاعهم اسفل الفيديو لو حابب تبص على الموقع بتاعهم وتبص على خدماتهم ناس محترمين جدا وبرشحهم لحضرتك بشكل كبير خش في الموضوع على طول خش في الموضوع على طول الحقيقه حرب روسيا اوكرانيا عسكريا دلوقتي اصبحت ثلاث جبهات مش جبهه واحده جبهة في الشمال موجودة في مدينة اسمها خريكيف مدينة خريكيف دي مدينة في الشمال كان الروس سيطروا عليها وانسحبوا منها دلوقتي بيحاولوا ان هم يعيدوا الهجوم وبيسيطروا على اجزاء جديدة منها خلاص ده في الشمال في الجنوب عندك مدينة خرسون خلاص وزبروجيا حقيقة المدينتين دول هو اللي فيهم القتال كله خاصة مدينة زبروجيا اللي هي فيها مفاعل نووي والمفاعل النووي ده بيتعرض للقصف روسيا بتقول لك مش انا اللي بقصفه واوكرانيا بتقول لك مش انا اللي بقصفه بس واقعيا كده الروس هم اللي مسيطرين على المفاعل فمش هيقصفوه خد بالك الحته دي يعني منطقيا كده الروس هم اللي جوه المفاعل او هم اللي حوالين المفاعل فهيقصفوا المفاعل وهم جواه بلاش هيقصفوا المفاعل اللي هو قريب من جزيره الكرم او شبه جزيره الكرم منطقيا ما ينفعش، السيناريو منطقي ان القوات الاوكرانية بتقصف مفاعل زاباروجيا عشان تحاول توقف تقدم القوات الروسية. مش بس كده، القوات الاوكرانية في الجنوب عند مدينة زاباروجيا وخرسون بيحاولوا يقصفوا الجسور منعا لوصول تعزيزات للقوات الروسيه لعدم بدء هجوم قوي من الجنوب خاصة ان المخابرات البريطانية طلعت في اخر تقرير ليها وقالت على فكرة الظاهر كده الفترة اللي فاتت ان القوات الروسية كانت بتدعم قوات الجنوب او بترسل تعزيزات لقوات الجنوب بشكل كبير عاوزين ان هم يبتدوا هجوم قوي من الجنوب ليه؟ خد بالك معركة الشرق او دي الجبهه الثالثه اللي هو شرق اوكرانيا اللي هو اقليم دونباس قرب يخلص في الجبهه الثالثه دي خلاص قربوا بيخلصوا يعني خلي بالك عمالين ياخدوا مدن حتى لو بتقدم بطيء ومؤلم ودموي بالنسبه للقوات الروسيه بس في الاخر هم بيتقدموا تقدم بطيء وقربوا ياخدوا إكليم دونباس كله خلاص مساله وقت انما كده كده الروس هياخدوا فحاليا اقوى جبهه شغاله في اوكرانيا هي جبهه الجنوب لان اهداف روسيا واضحه اهداف روسيا انا يعني عاوز اخد اقليم دونباس وعاوز اخد المواني الاوكرانيه فلو خلص اقليم دونباس هيخش على المواني الاوكرانيه بس يظل سؤال طب هو ليه ما بيخلص بسرعه ليه ما ابتداش الهجوم الاساسي لان انا جيت قلت لك هنا ان الروس ما دخلوش كل القوات بتاعتهم لحد دلوقتي روسيا بتتعامل مع اوكرانيا انها عمليه خاصه ما استدعتش الاحتياط بشكل كبير ما دخلتش الجنود السابقين لا حتى الغرب بيسال ليه الروس ما اعلنوش التعبئه العامه بشكل ضخم جدا ودخلوا قوات كبيره لاوكرانيا او الهجوم الاساسي اللي العالم كله مستنيه الموضوع غريب شويه الروس برغم ان هم ما اعلنوش الهجوم الاساسي او تقدموا بالهجوم الاساسي الا انهم ما زالوا بيتقدموا ببطء فموضوع غريب يعني الموضوع هنا مش مفهوم تخش يا عم بالهجوم الاساسي ادام انت كده كده بتتقدم خش بكامل جيشك واضرب بقى خد اوكرانيا كلها روس لا مش كده وبيتقدم اجابه السؤال ده الغير مفهومه اجابه مفاجاه جدا الروس منتظرين حرب الشتاء يعني يعني الروس بارعين جدا في حرب الشتاء وده التحليل اللي طلع اخيرا ان روسيا او بوتين مستني ان يتم استنزاف الغرب بشكل كبير ومستني الشتاء لما يجي بحيث ان هو روسيا معروفه انها غلبت النازيه في الشتاء وروسيا عارفه ان الغرب مش هيفضل يدعم اوكرانيا في الشتاء فالجيش الروسي مستعد بالهجوم الاساسي ده ان هو يتم في الشتاء بس الهجوم الاساسي مش هيكون في الشرق هيكون في الجنوب هتبقى معركه الموانئ اللي في الجنوب هي ده الهجوم اللي واقف عنده ناس كتير قوي خاصه ان مقدونيا وجورجيا واكتر من دوله اوروبيه ابتدت تدعم روسيا لان هم خايفين من موضوع ان الروس ياخدوا الموانئ الجنوبيه الاوكرانيه برغم كل ده بيطلع لاعب مش معمول حسابه تماما وهو مين ايران ايران امبارح اكتر من صحيفه ابتدت تكتب عن وصول مسيرات ايرانيه لروسيا بس اللي كان دقيق جدا في وصف المسيرات الايرانيه لوصولها لروسيا هو تايم اوف اسرائيل واكسس الاثنين انفرضوا بس تايم اوف اسرائيل قالت لك وصول 43 رحله طيران او طياره شايله مسيرات من ايران لروسيا طيب المسيرات الايرانيه دي لان احنا كنا بنسمع الامريكان عمالين يصوتوا ويقول لك الروس تفقدوا المسيرات الايرانيه اللي هي شاهد 129 في ايران قبل زياره بوتين وان عسكريين روس زاروا مطارات ايرانيه لمشاهده المسيرات دي مش بس كده طلعت سي ان قالت لك على فكره ده الروس اصلا بيتمرنوا في ايران عن مسيرات دلوقتي احنا بنتكلم ان ايران بالفعل ارسلت مسيرات لروسيا ال43 رحله طيران دي قامت منين؟ قامت من ايران وصلت سوريا يعني بيشحنوا المسيرات دي من ايران لسوريا ومن سوريا يودوها روسيا ما بتطلعش من ايران بقى بس من الحته طيب 43 رحله يظل السؤال عدد المسيرات الايرانيه اللي روسيا قد ايه؟ بص الاعلام الروسي بيتكلم على 1000 مسيره تم مشاهدتهم ودي في السوشيال ميديا الروسيه يعني ده مش اعلام رسمي سوشيال ميديا بيتكلموا على 1000 مسيره ايرانيه وصلت روسيا بلاش الجانب الاوكراني ابتدى يشاهد وابتدى يرصد المسيرات الايرانيه بالفعل في اوكرانيا وهي بتضرب ايه؟ شوف بقى الفجر اكتر حاجه بتركز عليه المسيرات الايرانيه دي هي ضرب مدافع هاوتسر الامريكيه مش بس كده بيحاولوا ان هم يفتشوا على الهاي مارس الامريكي اللي تم ارساله لاوكرانيا دول اكتر سلاحين بيتم البحث عنهم بالمسيرات الايرانيه او ده اللي رصدوه الجانب الاوكراني يعني. اسم ايران ابتدى يبزغ او ابتدى يظهر في حرب اوكرانيا بلاش تتكلم ان بوتين امبارح شكر زعيم كوريا الشماليه وقال والله العلاقات بيننا هتبقى احسن واحسن وانا جيت هنا قلت لك ان الاعلام الامريكي ما اكدش اي مصدر ان كوريا الشماليه هتبعت قوات لروسيا يعني انا جبت لك نيوز ويك وهي بتنفي الخبر ده تقول حتى اللي طلع ده كان خبير عسكري روسي انما مش مسؤول روسي رسمي اكد ان كوريا الشماليه ممكن تبعت قوات لروسيا بس يظل اوبشن او حل لسه ما تمش تاكيده وما تمش نفيه خلاص يعني انا مش حاطط في خبر او مش هاكده بس يظل حل موجود للجانب الروسي خد بالك ان انت ابتديت تلاقي دولتين جداد موجودين في الحرب ده الجانب العسكري في اوكرانيا بس يظل سؤال سؤال مهم يعني الحرب هتخلص ازاي وهتخلص ولا مش هتخلص هي اجابه السؤال ده طالعه من صحيفه مش هتتوقعها خالص وهو صحيفه الجاردين البريطانيه وهو كاتب على فكره الكاتب ده كويس وبيكتب تحليلات كويسه يعني بتصيب معاه كتير يعني كاتب لك قال لك ايه قال لك شكل الغرب كده هيبيع اوكرانيا تاني انا بكلمك على صحيفه بريطانيه مش صحيفه المانيه لان خلي بالك الكاتب نفسه بيذكر ان عملوا استطلاع للراي حديثا جدا في المانيا لقوا ان 50% من الالمان يعني بيفضلوا تقديم تنازلات للروس عشان الحرب تخلص يعني بعولنا اوكرانيا بس خلصنا الحرب دي 50% من الالمان الكاتب ده هو اللي بيقول فانا هنا بتكلم على كاتب بريطاني بريطانيا من اكتر الدول الداعمه لاوكرانيا وبارس جونسون القائم باعمال رئيس الوزراء يعتبر من اقوى الداعمين لزيلينسكي كاتب هنا بيقول لك ايه واسمع بس الخبر ماشي ازاي بيقول لك على فكره حرب روسيا اوكرانيا ماشي كويس والامريكان بعتوا مساعدات 54 مليار دولار لاوكرانيا بس يظل الجانب العسكري من المساعدات دي هو 10 مليار دولار باخر شحنه تسليح امريكا بعتتها وهي مليار دولار بعتها الاسبوع الماضي او اقرتها الاسبوع الماضي شحنه اسلحه بمليار دولار فكده المساعدات الامريكيه العسكريه او الشق العسكري في ال 54 مليار بقى 10 مليار دولار يعني معلش اشرح لك الحته دي 54 مليار دولار دي فيها مساعدات انسانيه ومساعدات لاعاده اعمار مساعدات دعم مالي لاوكرانيا بس ال 54 مليار منهم 10 مليار مساعدات عسكريه دي اسلحه بيتم ارسالها لاوكرانيا خلاص وخد بالك الاسلحه دي تمنها فيهوش ربح للجيش الامريكي يعني هو بيرسلوا الاسلحه بتمنها خلاص فانت هتلاقي اسلحه ممكن مثلا تتكلف مليارات بيبعتوها بملايين لأن هم اللي مصنعينها فتظل يعني ان المساعدات العسكريه الامريكيه والاوروبيه لاوكرانيا بتتدفق بشكل كبير. التزمنا بمليار و2 مليون و مليون دولار خلال السنه الماضيه للإنفاق العسكري، تعرفون ذلك، ولكن قدمنا أيضا الأسلحه والدبابات والقدرات الجويه مباشره إلى القوى الأوكرانيه، وأيضا شحن المساعدات الأمنيه من حلفائنا إلى أوكرانيا، فطبعا هذا التمويل الجديد لأغراض الأمن مع توقيعنا لهذا القانون سنقدم الدعم الإضافي اللازم للشعب الأوكراني العظيم بس كاتب هنا بيقول لك خلي بالك هتلاقي الفترة اللي جاية دي أسماء الدول اللي بتبعت أسلحة لأوكرانيا هتقل أسماء الدول اللي بتبعت أسلحة لأوكرانيا هتقل كلمة خطيرة جدا ليه؟ قالك لأن احنا داخلين على معركة الشتاء والغرب أو الاتحاد الأوروبي ابتدى يسأل أسئلة هو هيظل متماسك لحد إمتى؟ بلاش الاوروبيين هيفضلوا متماسكين لحد امتى والغاز الروسي مقفول عليهم دي الاسئله اللي بيتم طرحها سؤال دعم اوكرانيا ما بقاش هو الاولويات دلوقتي الدول الاوروبيه ابتدت تسال اسئله تانية اقتصاديه ابتدت الاسئله الاقتصاديه للاتحاد الاوروبي هي اللي تبزق او هي اللي تطلع في الواجهه حاليا فيقول لك ان الاتحاد الاوروبي الدول فيه ممكن ما ترسلش اسلحه تاني او ما تبقاش داعمه للجانب الاوكراني زي الاول والراجل قام سال سؤال مهم جدا قال لك امريكا بعتت 54 مليار دولار لاوكرانيا، هل امريكا على استعداد لارسال 54 مليار دولار تاني لاوكرانيا؟ هو ده السؤال بقى. يعني انت بعتي 54 مليار، تقدري تبعتي نفس الموضوع ده تاني ولا لا؟ لا. والاتحاد الاوروبي دلوقتي عنده مشكله في دعم اوكرانيا، وابتدى يفكر فكر مختلف، احنا لو داخلين على الشتاء المعركه دي يجب ان تستمر ولا تنتهي قبل الشتاء قبل الشتاء ليه لان الكاتب نفسه بيفجر لك مفاجاه من العيال الثقيل ويقول لك على فكره بارش جونسون نفسه اقوى داعم لزيلينسكي لما كان بيتكلم على دعم اوكرانيا كان بيتكلم في فتره من مارس ابريل مايو يونيو حتى يوليو انه ما ذكرش لما يجي الشتاء ممكن يدعم اوكرانيا ولا واخد بالك من الحته دي حته خطيره جدا قال لك بارش جونسون نفسه كان غامض في وصف دعم بريطانيا لاوكرانيا في الشتاء. ده خبر خطير جدا، يعني الاتحاد الاوروبي ممكن يسحب ايده من اوكرانيا. الكاتب نفسه وهو بيصف الكلام بيقول لك على فكره اللي بيحصل في اوكرانيا ده حاجه كويسه للغرب، وان هو قدر يوجه رساله لروسيا ان الاتحاد الاوروبي متماسك وان الاتحاد الاوروبي ده قوي والكلام ده كله، بس هو السؤال الأكتر دلوقتي احنا سامعين عن هجوم مضاد من القوات الاوكرانيه على روسيا هل دي حاجه في صالح الاتحاد الاوروبي؟ هنشوف الكلام راح على فين؟ معلش على فكره انا مش ماشي نصيا بالمقاله انا بقولك اللي انا فاهمه القوات الاوكرانيه لو قامت بهجوم مضاد اللي انا جيت وقلت لك ده مش هيحصل بس لو قامت بهجوم مضاد في الجنوب هل الاتحاد الاوروبي عاوز حاجه زي كده؟ ليه؟ لان لو القوات الاوكرانيه قامت بهجوم مضاد على القوات الروسيه الحرب هتطول طب هل الاتحاد الاوروبي هيدعم حاجه زي كده؟ مش هيدعمها وعلى فكره في المقاله دي في تحليل نازل في نيويورك تايمز بيدعمها، وانا هخلط التحليلين ببعض. يقول لك ايه خلي بالك الحرب في اوكرانيا ابتدى الروس يتم مشاهدتهم وهم متماسكين زي الاتحاد الاوروبي بالظبط، لان خلي بالك روسيا لحد دلوقتي بقى لها ست اشهر ما تلقتش الهزيمه اللي كان بيسعى عليها الغرب، ان هو الغرب لما يتحد خلف اوكرانيا المفروض القوات الروسيه دي تنخ، يعني انت بتحارب نيتو، بتحارب على الاقل 27 دوله مثلا، ما حصلش. القوات الروسيه ما زالت متماسكه وماسكه مواقعها. مش هقول لك انها بتنتصر بس ما معنى كده ان لو تم واسمع بقى الكلمه دي عشان الكلمه دي خطيره جدا لو تم عرض حل تفاوضي على روسيا واوكرانيا واوكرانيا رفضته ده هيؤدي ان الاتحاد الاوروبي يمنع التسليح عن الجانب الاوكراني يعني لو زيلينسكي مثلا جت فرصه للتفاوض مثلا ما ديك سيناريو مثلا تركيا عرضت فرصه للتفاوض بين روسيا واوكرانيا زيلينسكي قال لا تاني يوم الاتحاد الاوروبي يمنع التسليح عن اوكرانيا طب لو روسيا قالت لا الاتحاد الاوروبي يفضل يبعت اسلحه لاوكرانيا، بس مش هيزودها، مش هيزودها او مش هيبعت اسلحه فتاكه، هتفضل برضه نفس معدلات التسليق، فاللي حاصل ايه؟ الضغط دلوقتي بدل ما كان الهدف الاساسي روسيا، بقى الهدف الاساسي اوكرانيا، يظل السؤال هي الحرب دي راحه للنهايه ولا هتستمر سنين؟ المفاجاه هنا انها راحه لنهايتها، ليه؟ واسمع بقى التحليل المرعب ده، الاتحاد الاوروبي هيبتدي يتعامل الفتره الجايه ان هو ينهي الحرب. بالضغط على زيلينسكي لتقديم تنازل هتيجي تقول لي على فكره ده مش هيحصل هقول لك نفسه ابتدى يرصد ان الدعم الاتحاد الاوروبي ليه ابتدى ينخفض شويه وان هو بقاش ترند زي الاول حتى ما بيتمش استضافته زي الاول في كل وسائل الاعلام بالعكس موضوع استضافته ده تايل الاكثر اقتصاديا الدول هتحاول تتواصل تاني مع روسيا والدليل ان ماكدونالدز هيفتح تاني في روسيا ماكدونالدز هيفتح تاني في روسيا بلاش امريكا امبارح عرضت السندات الروسيه في البورصه انت متخيل على فكره دي اخبار مرعبه جدا امريكا عرضت وافقت على تعامل البنوك الامريكيه في السندات الروسيه وهيعرضوا السندات في البورصه لو عاوز الامريكان هيبتدوا يتعاملوا مع الروس دي اخبار مش جيده جدا الخبر الاساسي بقى واللي انا جاي اقوله لك السعوديه تم رصد انها استثمرت في شركه جاز بروم عن طريق الوليد بن طلال وليد بن طلال ده تايكون ده مش حد عادي وواضح ان الوليد بن طلال بعد حادثه الخلاف مع ولي العهد السعودي اصبح من اكثر حلفاء يعني في الاول اول ما جه ولي العهد السعودي كان في خلاف مع الوليد بن طلال بس دلوقتي وليد بن طلال اصبح من اكثر مقربين لولي العهد السعودي او ده ما يقال الوليد بن طلال جه خد بالك بقى في فبراير ما قالوش تاريخ ده اللي فاينانشال تايمز بتقول وليد بن طلال جه في فبراير ما تعرفش بقى بعد الحرب ولا قبل الحرب خاصه حرب روسيا اوكرانيا ابتدت 24 فبراير جه في فبراير اشترى حصه من جاز بروم وحط استثمارات في روسيا 500 مليون دولار منهم 350 مليون دولار في جاز بروم الباقي راحوا لروز نفت وشركه بترول تانية روسيه الاستثمار ده تم الكشف عنه حديثا بس مش هي دي المشكله يقول ان الشركه اللي تبع وليد بن طلال اللي دخلت خدت حصه من جاز بروم وروز نفت هي شركة كينجدم هولدنج أو المملكة القابضة هي شركة كده اسمها كينجدم هولدنج أو المملكة القابضة الشركة دي بعد ما خدت أو استحوذت على جزء من جاز بروم مين اللي دخل جوه الشركة بتاعت كينجدم هولدنج دي فدول الاستثمار السعودي فده يعتبر استثمار غير مباشر أو استثمار خفي مش بس كده الغرب ما عطرتش. الغرب ما عطرتش. الحركة دي حركة خطيرة جدا ليه؟ لما تيجي تسمع إن إيران بتتقرب من روسيا وتيجي تسمع إن بوتين بيزور إيران لازم تعرف ان السعوديه متغلغله داخل الاقتصاد الروسي السعوديه بتلعب بفلوس انها بتشتري ولاء الروس حتى لو انت بتاخد مسيرات من ايران ما زلت لازم تتكلم مع السعوديه والدليل الدليل لما بوتين زار ايران لما رجع اما كلم ولي العهد السعودي قال له ده انا عملت كذا وسويت كذا وكذا معنى كده ان روسيا عمرها ما تبيع السعوديه او حتى تنقلب عليها ما خد بالك من الحته دي فانت قدام خبرين مرعبين اولا السعوديه اجرت استثمار في روسيا وقت ما الغرب كان بيفرض عقوبات على روسيا السعوديه كانت بتدعم روسيا دعم غير مباشر قال لك ده مستثمر وبعد كده انت بتتكلم ان الغرب هيبتدي يبيع اوكرانيا الواضح ان روسيا بتنتصر الواضح ان الرؤيه الخليجيه صحيحه ان هم راهنوا على الروس وما اشتروش عداوتهم وما دخلوش على الروس بالعكس فضلوا مع الروس للنهايه الحرب دي راحه في صالح الروس الروس معركتهم الاساسيه في الجنوب بعد ما خدوا الدنباس او اعتبر كده ان هم خدوا الدنباس هيبقى معركتهم الاساسيه في الجنوب هنشوف الايام الجايه ايه اللي هيحصل. يا رب اكون الموضوع بشكل مبسط ويا رب انصر العرب ويا رب مصر وتحيا مصر. سلام.